هي دي عينة الزبون بيجيبها، عينة ذهب. ندخلها ميزان على ميزان الحساس زي كده. عد إلى هنا بنسبة معينة، بنوزنها بنسبة معينة. دي بنديها زي دي فضة اللي أنا بحطها، دي فضة، دي فضة مش ذهب. دي فضة أنا بقى، هي بتبقى ذهب وبعد كده بديها فضة. دي بتبقى ذهب وبعد كده بديها فضة عشان عشان إيه؟ عشان تبتدي تتحل معايا، عشان تطلع في الآخر ذهب خالص. يعني الذهب ما بيتحللش الا لازم فضه. اوكي، ده ايه ده بقى؟ دي ماده زي ايه؟ عشان بتسهر المعادن. مالها؟ بتسهرها، تسبوكها مع بتسهر المعادن. اوكي، انت بتحطها بقى مع الذهب والفضه عشان يتسهر. بحطها في المرق عشان تسيح. المرحلة اللي بعد كده بقى يبردوا وبكسرهم وهسحبهم بقى دجل زي ما انا هوريهولك، بس ده يا دوب. انت كده بقى بتعمل ايه؟ كده بنضفها وهعملها كده وهعميها عشان ما نلخ هنا في ده. حاجة اسمها غلاية، احنا بنسميها غلاية عشان تطلع نجوم ما يطلعش فيها أي حاجة. تطلع نبتدي بعد ما نخلي نسحبها. لونها مش ذهبي، ما عشان عليها فضة. في الاخر خالص بتطلع هيبقى بقى لونها ذهبي. بعد ما تخش جوه، بعد ما تتحل بقى بتطلع الذهب بقى بندقي كده. انا اعرف اسكان طيارها بقى، اسكان 21 ولا 13 او اعلى او كده. ده ايه المادة دي بقى؟ دي مادة زي مية نار. مية نار؟ عشان تاكل الفضة، تطلع الفضة لوحديها ويطلع الذهب زي ما هو لوحده. تمام كده، هي بقى بتاخد كده. دي يعتبر ايه؟ آخر مرحلة. يعني آخر مرحلة في اللي هي تعمل كده، في تحليل الذهب اللي هو فصل الذهب عن الفضة. عن النحاس، الذهب عن الفضة عن النحاس عن أي شوائب. أي شوائب بتطلع منها دي بتطلعها منها، بتطلع لي في الآخر ذهب من بيتها.